كابتن شريف عبد المنعم، مساء الخير يا كابتن. مساء الخير يا كابتن، ازي حضرتك؟ وحشنا. اخبار حضرتك؟ وحشنا يا كابتن، كل صحه حضرتك طيب. وانت بألف خير، وكل المشاهدين بألف خير يا رب. يا رب دايما بصحه. راي حضرتك في لقاء النهارده، وراي حضرتك في تصريحات موسيماني؟ هتبقى صبور معايا ولا وهتصدقني؟ بيتك ومطرحك ومكانك وميكروفونك وعمري ما قطعتك. حبيبي. احنا النادي الاهلي طبعا، وكل المباريات لازم تكون احنا متعودين ومتربيين على المكسب بس. التعادل ده ما بينفعش في اي حته، اذا كان افريقي دولي محلي في اي حته. النادي الاهلي حاجه تيشيرت كبير جدا. تمام. وثقه من الجماهير في اللعيبه وفي الاداره وفي كل حاجه. الفتره اللي فاتت دي كلها، وانت تعلم ذلك تماما، انا ما اقدرش احاسب حد، يعني انت فاهم قصدي، على هذا الشكل اللي احنا بنتفرج عليه. انا مش قادر غير ان انا هستخدم كلمه الحل ايه او الحلول ايه. الحلول في الشورت تايم او في الوقت القصير اللي هو للاعب المصري، اللي هو 48 ساعه و 72 ساعه مباريات سفر وداخل وخارج. برضو بقول لك بصراحه، انا مش هقدر اقول لك انا ضامن الاداء، انما انت على الاقل تبقى ضامن الفرص اللي بتيجي تترجم الى اهداف، ومباريات تكسب ولا تلعب. يعني كل الفرق الكبيره بتعمل كده. يعني لو هنتكلم على الشكل الاوروبي اللي احنا بنتفرج عليه، ماتش امبارح فيه 7 اجوال، هل معناه ان مانشستر سيتي وحش؟ لا، مش وحش، انما في هويه، كل لاعب بينزل بيدي اللي عنده. طب اللاعب ده ايه الظروف اللي عنده؟ لعيب محترف، لعيب بيقدر قيمه المكان اللي هو بيلعب فيه، بيلعب لاسمه، بيلعب لكيانه، بيلعب لكل ده. الشكل بتاعنا بعد كل ما بنعمل نجاحات على الشكل الافريقي، بنرجع بيحصل لنا الدروب ده يا كابتن سيف. بيحصل لنا، هل بقى هو ارهاق؟ يعني انا قبل المباراه النهارده في الاستوديو عندي بقول ان حرام يفضل سولية بيلعب كل اثنين، عندي ما بيتغيروش، سولية ومحمد شناوي الاثنين. يعني انا ما اقدرش اغير محمد شناوي وسولية في نفس الوقت، خلاص بقى. يعني بقى له دلوقتي داخل في 4 اشهر استهلك. عندك الحلول اللي هي حاجه واحده بس، اسلوب طريقه اللعب. يعني وبرضه مش هقدر اراجع على موسيماني، خد بالك. يعني اهو لخصها لك النهارده، وقال لك ايه، انا لعبت كل اللعيبه اللي عندي ماتش. لا، هو بس في ميكانيزم ممكن يحصل بين لعيبه معينه ومع بعض، كالتشر كده، كاريزما بتبقى بين لعيبه معينه مع بعض، يبتدوا المباراه. هنلاقي ان شاء الله شكل كويس، بس الشكل كويس اللي هو ايه؟ اللي هو انا انزل بدافع عن هبتي، بدافع عن اسمي، بدافع عن التيشيرت بتاعي. ما فيش قمص بقى، انا ما ببتديش، انا ما بلعبش. لازم الاداره كلها تقعد وتدي ثقه في كل لعيب، وتدي تسمع كمان ايه الشكل اللي احنا فيه ده. يعني الشكل اللي احنا فيه ده مش كل مره هنقول احنا جايين مرهقين وجينا، وان كان ده واقع ان احنا فعلا مرهقين جدا. دي لعيبه مش قادره تفكر، الكره بطيئه، سيف وهي بيستلم الكره بيفكر مره وثانيه، وبعدين يباص الثالثه، مع انها هو شايف، يعني شايف ان هي، بس مش عايز يعمل ريسك. الريسك حتى النهارده في الكوره الطويله، بس الكوره الطويله اللي هي بيتمناها اي فرقه بتلعب الاهلي، اذا كنت رايح الجيش او غيره. وبعدين حاسس ان لعيبه الاهلي تمشي على سطر وتسيب سطر، يعني تكسب وبعدين تتعادل وبعدين تتعادل وبعدين ترجع تكسب ان شاء الله. حلقه بقى حال كل الفرق اللي موجوده في مصر. فانا صدقني والله يا سيد، الارهاق اللي موجود، طلباتك وطلبات جماهير الدنيا وطلبات السوشيال ميديا وطلبات، مش هتبقى اقوى من طلبات الاهلي نفسه مع نفسه. صح. يعني الاهلي نفسه مع نفسه هو صاحب الحكايه كلها، هو اللي بيطمع لنفسه في كل البطولات. مش عايز اقول لك المره دي هناخد افريقيا تاني ونسيب الدوري. جماهير النادي الاهلي ما بينفعش الكلام ده. جماهير النادي الاهلي عايزه ده وده وده وده. ليه؟ لان انت خلاص اتحطيت في المرتبه دي، انت اللي عملت الشكل ده من اول دستورك، بيقول لازم تكسب تكسب تكسب، ولما تخسر تخسر بالصدفه، تخسر بالاوف داي. لو حضرتك يا كابتن بتنصح موسيماني تقول له ايه؟ مستر موسيماني لازم يقعد مع اللعيبه كلها ويعيد الثقه تاني فيهم. وهو هو راجل داري بالحاله اللي عندهم. يعني
يعني داري بالتعب اللي هم فيه، لدرجه انه بيدي يومين اجازه، لما يعني بيدي يومين وثلاثه اجازه وبيحاول يريح لعيبه على قد ما يقدر. بس كواليتي اللعيب المصري اعتقد انه مش الراحه بس، يعني لازم يبقى عنده لغه مشتركه بينه وبين اللعيبه، ليه ده بيبتدي وليه ده قاعد ما بيبتديش، ليه انا مريح هنا، لازم يبقى في شرح الناس كلها تبقى فاهمه شكل اللعيبه كلها بالكابتنه بكله، يقعدوا يتكلموا مع بعض حتى هم، يعني مهما كان الكوتش بيعوز وانا بعوز، انما اللعيبه لما بتقعد مع بعض وبيبقى بيقربوا المسافات وبياخدوا القرار. عارف زي ايه يا سيف؟ زي يا كابتن لما دخل فيهم الجون في صح في الرجاء صح، راحوا تعادلوا ومسكوا الماتش، هو ده هو ده الرياكشن، هو ده الكامباك. انت كابتن، انت كابتن شريف عايز تقول ان موسيماني لازم يحضر لعيبه نفسيا ولازم يحضر دكه البدلاء واللي مقعده بره يديله فرصه ويقنعه هو مقعده ليه ويكلمه ويقول له امتى هتاخد الفرصه ويحضر البديل وما يكونش فيه لعيب هو اللي بيلعب على طول لحد ما يخلص، مع تمرين كمان مع التمرينات. يعني انا احنا كنا زمان الفراوده بتتمرن لوحدها، خدت بالك نص الملعب معاهم والديفنس لوحده وحراس المرمى لوحدها، ما يعني يدي شكل الجيم جوه لو عنده وقت، هو كمان ما عندوش وقت يا سيف. طب يعني راي حضرتك، انا هقول لموسيماني مرن ازاي، هو ما عندوش وقت الراجل كمان. راي حضرتك في الافضل هجوميا في الاهلي مين من وجهه نظر حضرتك فنيا؟ انا شكلي انا بميل يعني يعني يمكن احمد عبد القادر دخل في الصوره، انا بميل في محمد طاهر ومحمد شريف واحمد عبد القادر يعني. محمد طاهر واحمد شريف واحمد ومحمد عبد القادر وتحتيهم قفشه وطبعا السوليه اتعور دلوقتي، هيبقى عندك ديانجو حمدي. ديانجو حمدي لكن يعني حضرتك في الترتيب كده في المهاجمين محمد شريف رقم واحد، ده لازم، ده هدف الفرقه صح. حسام حسن شريف من اللعيبه اللي عايزه ثقه، من اللعيبه اللي هي تروح تقول لها ايه انت لازم تكسبني النهارده. صح انا بقى عايز الراجل يقول لكل لعيب انت اللي لازم تكسبني النهارده انت، واللعيبه كل واحد يقول اللي جنبه. النهارده حسام حسن لما لعب، انا بتسال النهارده حسام حسن يعمل ايه، قلت لهم لازم اللي حواليه الاول يبقوا كويسين عشان هو ينتج. صح، انما هو مش هيعمل شغل اللي على اليمين وشغل اللي على شماله وينزل لتحت، هو النهارده هيبقى صياد الاطراف. هو النهارده حاسبه بقى كم كره عرضيه جات له، كم كره حاول فيها، كم كرة اشترك، كم كرة طلع بدماغه، عشان طب فين الشكل ده الأول عشان نبتدي النهارده نقيم أو نحاسب أو نتكلم. بلس إن أنا في لعيبة معينة لا، يعني واحد زي محمد طاهر ده لا أنت لازم تعد نفسك بنفسك، الوقت مش هيسعف حد يقول لك اعمل وما تعملش، لا ده أنت لعيب كبير، ده أنت جايب سمعة طيبة بشكل طيب بأداء طيب. أنا بتفق معاك يا كابتن في 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 كل كلمة حضرتك قلتها، وبزود على حضرتك حتة ما أعرفش حضرتك تتفق ولا تختلف معايا، إن بيرستاو الأمور النفسية للعيبة، يعني التصريحات اللي بعد المباراة مثلا، هما بيسألوه النهارده على بيرستاو النهاردة غير موفق ومضيع أهداف في الحقيقة علامة استفهام كبيرة جدا، فهو يرد مش يقول مش عايز أقطعك يا سيف، اتفضل. مع أكتر واحد اتحرك النهارده في الماتش، تصدق؟ بيرستاو يعني لو تشوفه أنت، أيوه أنا مع حضرتك، يعني لو تقيس تحركاته النهارده في الملعب، هو الوحيد اللي بيتحرك. صح، بس هو الوحيد اللي بيروح ويجي، انما تنفيذه وانت بقى بتتكلم في شغل احترافي تاني. انا بتكلم هو لازم يسدد، لازم يجيب، لازم يترجم الحكايه. ما هو انا يا كابتن في النادي الاهلي بالذات، يعني حضراتكم تعرفوا اكتر مني بكتير، النادي الاهلي دايما هو الفاتوره في الاخر المكسب، يعني هو انا هحاسب على المكسب، لا ببص على لعبه حلوه اكثر مجهود، اداك النهارده كويس بس مضيع اربع خمس اهداف، النادي الاهلي عايز مكسب وبطوله. فالنهارده هو الناس بتساله، وده حال اي مهاجم للنادي الاهلي، بيقولوا له بيرستاو النهارده غير موافق، قال لهم لا ده ما حسام حسن مضيع ولعبت محمد شريف ما كانش كويس ولعبت كل الناس. طب مال كل الناس في يوم سيف؟ انا من حقي، انا من حقي وكل اهلاوي يدافع عن فرقته ويدافع عن مدربه، خد بالك. صح صح، انا هقول لك على حاجه واحده. فضل. يوم ما الاهلي خد راحه شهر ايام المنتخب لو تفتكر، وراح لعب كاس العالم للانديه، كسب المكسيك في اول ماتش كويس، صح، وكان ناقص حوالي 8 لعيبه ولا 7، صح، كان في لعيبه خدت راحه ولعيبه وقفت واستشفى وناس قدرت مشتاقه للكوره، لما اللعيبه دي مش مشتاقه للكوره، اللعيبه دي زهقانه. اللعيب النهارده اللي انا شايفه بيمسك الكوره ما بيفكرش،
زهقان بيعتمد على زميله في كل حاجه. يعني حتى التحركات احنا النهارده بنهجم وعندنا 6 على خط واحد في ال 18 صح. اقول لك حاجه يا كابتن بس تصدقني على خط واحد يعني اقول لك حاجه بس تصدقني ينزل ورا واحد بيطلع لقدام عشان قفشه يقدر يعمل ال اقول لك حاجه يا كابتن النهارده مضحكاني يعني شويه انا عارف ان انت أهل يعني اهلاوي جدا ودايما انا بدخل حضرتك لان انا عارف ان حضرتك دفاع جدا عن النادي الاهلي المداخله النهارده اول مره اشوفك حلول وروشتات وبعدين ترجع تدافع حلول وروشتات لا لا انا 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 ده الكيان بتاعي طبعا 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 وانا لعيب كوره وحاسس باللعيبه صدقني انا ما اقدرش اجي على لعيب الا اذا كان زي محمد طاهر كلمتك يا محمد طاهر النهارده انا بطالب محمد طاهر ان هو يجي لي محمد طاهر انا بطالبه ليه؟ لان انا عارف ان امكانياته قد اللي انا بشوفه ده 10 مرات يا عيني النهارده الكوره جات له وبسام وقع في الارض مش قادر يعملها يعملها هو جوه الجول الان احسن يضيعها فراح مديها لعلي معلول علي معلول منهك مش قادر يدور اللعيبه انا حاسس بيها صدقني وانا لما ببقى في الحاله دي ببقى مش عايز الكوره كاشش مش عايزها مش عايز اخد مسؤوليه الحكايه دي طب طب انت يا كابتن انا النهارده هقول لك على حته تريحك اللعيب بيبقى قاعد بره مش عارف هيلعب ولا مش هيلعب هينزل ولا مش هينزل هيلعب النهارده اساسي ولا مش هي الحته دي اللي عايزين بس نعمل فيها لينك بين موسيماني واللعيبه يعني اترجم يا كابتن لان انا تهت مع حضرتك والله العظيم انا تهت وقلما ما تهت معاك حضرتك عايز تقول ان موسيماني محتاج يشتغل مع لعيبه نفسي صح كده بس طبعا اللعيبه كلها لازم يشتغل مع بعض وهو كمان معاهم يعني يحتضنهم كده ويقول لهم انا زي زيكم عايز اكسب وكل حاجه وانا حاسس بارهاقكم وبحاول اعمل احسن حاجه اللعيبه يعني هتحس بقى خدت بالك ان مفيش حاجه في دماغاتهم خارجه يعني ما انا لعيب اقدر اقول لك ايه الكابتن جوهري مثلا زمان انا كان بعد الحادثه كبير قوي نص ساعه وانا كنت شايف نفسي احسن من ليفت في العالم يعني ايه بتلعبنيش ويعني ايه وبعدين بعد ما كبرت عرفت فعلا ان انا بعد الحادثه هاف تايم مره ابتدي مره يعني الكوتش بيبقى له انت كابتن حضرتك عايز تقول ان في التوقيت ده موسيماني لازم يتكلم مع اللعيبه ويحضر الامور نفسي بشكل ده يريحهم نفسيا وبعدين عنده لعيبه كبيره وقريبه منه يعني عنده قفشه وعنده سلاية طبعا ربنا يهونه بالسلامه عنده حسين الشحات ده لعيب لازم يديني الماكسيموم اللي عنده كمان يا صح سيف يعني صح هو عن طريق المدرب والله ما فيش عن طريق مساعد مدرب عن طريق بتوع الاحمال والتع يقولوا له انت واحنا بنتفرج عليك تعالى بص انت فين الحته التعلبه اللي كنت بتعملها هنا ما اعرفش عضلاتك اخبارها ايه مش عارف ايه كل المنظومه بتشتغل مع بعض محتاجين الحته دي عشان احنا نادينا موسيماني يا كابتن النهارده قال لو 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 قعدنا ساعه كمان مش هنجيب اهداف تتفق ولا تختلف معاه في التصريح ده؟ لا لو لعبنا 10 دقايق كمان هنجيب جونين صح تمام صح يا كابتن مش معقول انت هتبقى ضاغط والكره الثانيه بتاعتك على طول مش هتجيب الجوان لا هتجيب ان عندك لعيبه تعرف يعني محمد شريف النهارده ليه كره واحده بعد ما نزل اللي خدها من على اليمين دي وراح لففها جت في الشبكه لا وبرسا وليه لقطات يا كابتن النهارده جول يعني مش هي اللي رقص فيها الجول دي بس وما نعرفش لا في واحده بهده في واحده بهده عرضناها دلوقتي هو والشبكه هو كان غير موفق يعني بهده دي الباك طلعها هو بص لقاها في دماغه فما كانش مستنيها كده يعني يعني في كذا حاجه النهارده محمد هاني الكره سيف جات له عايز يوقفها يعني هو لو فريش محمد ومش قلقان من الحكايه كلها يا شاطها وهي جايه على طول شاط يا راح على طول عاملها بالعرض على طول كان ممكن تروح لبرساو ده في اول تايم يعني في حاجات صغيره كده بتبقى بعيده مش عايز اخد مش اللعيبه مش عارفه تاخد قرار فيها سريع لو هو عادي جدا وبعدين حاجه اخر حاجه بقى مش عايز اطول عليك لا تحت امرك لو بيلعبوا فرقه مهمه وجامده مثلا هيلعبوا الجزائر هتلاقي فرقه الاهلي دي حاجه ثانيه يعني ان شاء الله باذن الله يا كابتن ثانيه وتركيز ثاني وان شاء الله احنا بنتمنى الافضل للنادي الاهلي واكبر حاجه نتكلم يوم السبت بعد الاهلي ما يكسب ان شاء الله وهقول لك شفت الدنيا مشي ازاي سطر وسطر لا بس يا كابتن اكتر حاجه النهارده تفوق لعيبه الاهلي هي مداخلتك ربنا يخليك حبيبي يا كابتن وجود لك للعيبه ان شاء الله اللي بيدونا لازم نقف جنبهم على طول وبيفرحونا دايما ان شاء الله يا رب ان شاء الله بتمنى لهم كل التوفيق بشكرك كابتن شريف بشكرك شكرا جزيلا كابتن شريف عبد المنعم نجم النادي الاهلي السابق وراجل الحقيقه من اللي بيتكلم الحقيقه كلام رائع جدا وكلام واقعي جدا